قبل ما اكمل معاك لازم تعرف ان مفيش اي حاجه تبرر اللي انت عملته. وانا ما قدمتش اي مبررات، بالعكس انا عارف ان ده غلط. صحيح ان القتل عقابه القتل، بس لازم ده يحصل من خلال قانون وفي العلن. بس الكلام ده بقى تقوليه لواحد عاقل. انت مجنون؟ انا ميت، ما عنديش مشاعر ولا ادراك للقانون. قتلوني وخدوا مني كل حاجه ممكن اكون عايش عشانها، ولما تاخد من واحد كل حاجة وتحصره وما تسيبلوش أي مخرج أو أي منفذ للضوء، ما تطلبش منه أبدا إنه يعمل حساب لأي حاجة ولا يفكر بعقل. عقل قالوها زمان، ما تتحداش واحد ما عندوش حاجة يخسرها، خصوصا لو أنت ممكن تخسر كتير. طيب إيه؟ الجلسة خلصت؟ لا، في حاجات عايزة أفهمها. أنا قلتلك كل الدوافع اللي عندي. غير الدوافع اللي عندك، في حاجات في القضية أنا عايزة أفهمها. يعني مثلا طارق ليه كتب في ملف القضية اللي عنده نمرة تليفون البنت الوهمية اللي ما طلعتش شيرين؟ هو كان عارف إن أنت هتشوف الملف ده بالذات؟ لا، طارق كتب اسمها عشان وائل يتصل بيها ويوصل لها، وبعد ما يعمل تحريات يتأكد انها كانت مخطوبة لابن اللواء سامي مش لطارق، ويقول لهم في الجهاز. وطبعا انت كنت هتعرف لو كان قال في الجهاز. اكيد. ولان مشيرة ما عرفتش من الجهاز وعرفت من الملف، فهي اكتشفت الحقيقة، الخدعة اللي هو عملها لحسن الحظ. وطارق طبعا ما كانش عنده اي مانع ان هو يضحي باللواء سامي عشان ينقذ ابوه. بتلومه؟ ما فكرتش في الموضوع ده، يعني جايز يكون هو فكر ان اللواء سامي ده هدف بعيد وصعب، وانهم اكيد هيقبضوا عليا قبل ما اوصله، وجايز ما يكونش فكر في الموضوع ده خالص. الناس ممكن تعمل حاجات كتير عشان خاطر اللي بيحبوهم. قدام عينك مثال حي اهو، او يبان انه حي. مساء الخير. احنا اسفين ان هم جابوا حضرتك كده من غير ما حد يكلمك، بس صدقيني الموضوع خطير وكل ثانية ليها تمنها. أنا عرفت إن حضرتك بتجهزي أوراقك علشان تسافري كندا، الكلام ده مظبوط؟ أيوه. وحضرتك هتسافري ليه؟ شغل. تعرفي حاجة عن سيف؟ حاجة غريبة ضد القانون. لا. دكتور علياء، في واحد معرض للقتل. أنا عارف إن سيف أخوكي، بس سكوتك ده مش هيحميه، بالعكس انت ممكن تتسببي في ضياعه. اللي اعرفه مش هيفيدكوا في حاجه. خلينا احنا نحدد، انت كنت مخطوبه لشريف عباس مش كده؟ لا، ما كنتش اعرف ان اسمه شريف عباس. امال العلاقه اللي بينكم كانت ايه بالظبط؟ كان متقدم لي وسيف رفض، وانا تاني يوم قطعت معاه، بعد كده عرفت انه مات. اتقتل. طب حضرتك تعرفي ايه عن مرات سيف وبنته اللي اتقتلوا؟ اعرف انه موضوع بيضايقه جدا، وعلشان كده انا عمري ما اتكلمت معاه في الموضوع ده ولا حتى حاولت. بالعكس كنت بتجنب تماما ان السيرة دي تتفتح، ولما كانت بتتفتح كنت بعمل نفسي مش عارفة، ولا عمري قلت لحد على الموضوع ده، كأنه عمره ما حصل. ليه؟ كأنه بيضايق سيفه وبيجرحه. طيب عشان ما نضيعش وقت بقى، احب اقول لحضرتك ان احنا عارفين ان سيف مش كفيف، وانه قتل مجموعه من الضباط كان مكون معاهم خليه سريه، وهم اللي قتلوا مراته وبنته. وعارفين كمان ان هو دلوقتي بيدور على لواء عشان يقتله. ايه رايك في الكلام ده؟ رايي طالما عارفين كل ده يبقى انا ممكن افيدكم بايه؟ انك تاكدي او تنفي. ماشي. يا ريت بقى حضرتك تسمع الكلام اللي انا هقوله ده، عشان انا مش ناويه اكرره تاني. انا عارفه حقوقي كويس، وعارفه ان انا هنا بصفه وديه مش رسميه، فيا ريت بقى لو في اي سند قانوني او اذن نيابه او اتهام معين موجه ليا، يا ريت حضرتك تقدمه لي. بس لو مفيش يبقى انا ما عنديش اي حاجه تانيه اقولها.
استاذ ساميه، انت تعرفي الاستاذه مشيره من قد ايه؟ من 5 سنين. تعرفي حاجه عن علاقتها بسيف عبد الرحمن؟ لا بس ايه؟ هي كانت طلبت من الاستاذ شريف المحامي ان هو يتحرى عن ملف المفروض ان هو بتاع ضابط اسمه ابو سعده عشان خاطر تقدمه كمستند في قضيه النقيب طارق غالي. وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده عرفت ان شخصيه ابو سعده دي شخصيه وهميه، وانا قعدت فكرت شويه لقيت ان المستند زي ده هيدور بالنقيب طارق مش هيفيده في حاجه، فانا بقى ما سكتش وفضلت انخر ورا الموضوع لغايه ما عرفت الحقيقه، وعرفت بقى ان الاستاذه المشيره كانت متفقه مع 2 عواطليه ممرضه، واحد فيهم اللي هما بيشهدوا شهاده زور كده قدام المحاكم، والاتنين التانيين كان مرفوع عليهم قواضي عندها اللي هما بينتحلوا شخصيات غير شخصيتهم الاساسيه، كانت جايبهم عشان خاطر يعني يقولوا ان هما اللي عالجوا الضابط سيف ويعملوا تمثيليه على الضابط اللي هو كان ماسك القضيه وبيحقق فيها اللي هو النقيب اللي اسمه طارق غلال. ما شاء الله، عارفه كل ده؟ ما بلغتيش ليه؟ انا لسه عارفه الكلام ده بس امبارح فما لحقتش يعني، وبعدين انا ما كنتش لسه شايف الصوره الكامله قدامي. والصوره دلوقتي اخبارها ايه؟ شايفه ان الاستاذه مشيره على علاقه باللي اسمه سيف ده، وان هي عايزه تلبس كل جرايمه لاي حد تاني وخلاص، ومش كده وبس، وان هي كمان شريكه معاه في كل الجرائم اللي هو عملها، يعني بقى عن طريق التخطيط او التمويل الابتزاز كده. واضح انك بتعزيها قوي. حضرتك انا قلت كل اللي اعرفه. ناجي الخليلي مات، اتقتل بعد ما هربوه من عربيه الترحيلات، ومشيره هتتعرض على النيابه بعد 3 ايام، مش بعيد تاخد 15 سنه ويمكن اعدام. يعني مفيش في ايدينا حاجه نقدر نساومها بيها. طب مش ممكن نعتبرها شاهده؟ لا يا حنين، لانها شاركت بالتخطيط والرصد وهي محاميه وفاهمه ده كويس، يعني مش هنعرف نضحك عليها. الدكتور عليها مش هتتكلم، ما اعتقدش ان عندها اي معلومات نقطه دي في حاجه اللي احنا عارفينها. كده مش هيفضل غير السؤال اللي احنا مش عارفين نجاوبه لحد دلوقتي. سيف فين؟ انا كنت شغال مع الامير ده في الامارات. دبي؟ لا في الشرق. انا اعرف واحد كان شغال في الشرق في الحراسات الخاصه قبل ما انت تسافر بسنتين. ايه يا معلم، هي الشمس جامده ولا ايه؟ ايوه. كنت شغال فين يا باشا قبل كده؟ مباحث. يلا جوات عشان في جامعه دلوقتي. ليه؟ طارق باشا ابن اللي هو فيصل عايز يعمل لنا اجتماع كده ويقسمنا على المكان. والراجل اللي عمل لكم قلق ده مفيش صوره ليه؟ طارق باشا تبع صور. هنوريها لكم الاجتماع. يلا. ومشيرة مالها؟ ازاي قدرت تقنعها انها تقف معاك؟ ازاي خليت واحدة زي دي تغير مبادئها وتقف في صف اللي كانت بتحاربه؟ انت لسه قايلة من شوية الناس ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا عشان اللي بيحبوه. هي بتحبك. هي مش انا. بعد ما قلت ان الصياد مات فتحت الكافيه، كان مكان بيتأجر جنب بيت ابويا الله يرحمه، كفر مثالي، مفيش دليل اكبر من كده على اني بعدت ومبقاش فيه مني خطر. بقى عندي حاجة جديدة، بقى عندي حاجات ممكن اخسرها، مش كده وبس، انا كمان طلعت اشاعة ان الحالة اللي حصلت لي ملهاش علاج، يعني عمري ما هشوف ولا عمري هتعرف عليهم، وما كانش فيه اي حاجة شغلاني غير اللي حصل واللي انا ابتديته واللي لسه هكمله. في يوم جت مشيرة. كانت مختلفة قوي، جميلة، مثالية، واحدة زي دي المفروض تخاف من مجتمع زي مجتمعنا، تكش من الهجوم اللي هتقابله والحروب اللي هتدخلها ضد الجهل والظلم والأحكام الجاهزة. بس هي كانت مش خايفة، وقوتها كانت في إيمانها باللي بتعمله. أنا عارفة إن سيادتك الحادثة اللي تعرضت لها دي حصلت لك وإنت بتعمل شغلك، وإن إنت خدمت العدالة وخدمت البلد، بس ده ما يمنعش إن إنت خالفت القانون لما عزبت موكلي. ولو سمحت ما تقوليش دي حاجة بسيطة وظروف التحقيق وكنت أعمل إيه، لأن أنا حافظة الكلام ده كويس، وبرضه هستسمحك إن إنت تحترم ذكائي وما تحاولش تنكر أو تنسبها لحد غيرك. انا لا هنكر اي حاجه ولا هنسب اي حاجه لاي حد، بالعكس
انا عملت كده فعلا وما عنديش اي استعداد ان انا اهرب من مسؤوليتي من اللي عملته ده. بجد؟ مش بس كده، انا عايز حضرتك تكملي في القضيه ويا ريت لو تشوفي اكبر تعويض ممكن يدفع في حاجه زي كده وتطلبيه. انا مش فاهمه. هو انا صحيح عايز اكفر عن اللي عملته، بس برضو عايز يبان قدام كل الناس اني مشغول باسباب براءتي في القضيه اللي طلعت لي في المقدر جديد. دي كانت الخطه، بس في وسط الكلام جات لي فكره تانية، فرصه اني استخدم علاقاتها وتعاملاتها اليوميه مع الضباط، وخصوصا انها فوق مستوى الشبهات. انت ليه بتعملي كده يا فندم؟ اقصد يعني ليه بتترافعي عن الراجل ده وبتطلبي له تعويض وما تقوليليش ان ده شغلك وان ده حقه؟ الكلام ده طبعا على عيني وعلى راسي، بس انا عايز اعرف ايه هو هدفك الحقيقي. يعني مثلا عايزه تبقي محاميه مشهوره ناجحه، عايزه تبقي غنيه مثلا، عايز اعرف ايه الدافع اللي جواكي الحقيقي اللي بيخليكي تعملي كده؟ اكيد العدل. هو احنا كلنا بنشتغل الشغلانه دي ليه؟ حلو. طيب لو العدل ده ممكن يتحقق بدون اللجوء للقانون تعملي كده؟ اكيد طبعا، انا جايه لك علشان كده، جايه اسوي معاك الموضوع من غير ما نلجأ للمحاكم والقضايا. القضايا اللي بينا دي برضو على عيني وعلى راسي، بس انا ما بتكلمش عليها، انا بتكلم بشكل عام. برضو مش فاهم. ماشي، هتفهمي دلوقتي. من الآخر كده، لو جات لك الفرصة إنك تحققي العدل بمخالفة القانون تعملي كده؟ سيف بيصدقني أنا فكرت في الموضوع ده كتير قبل كده، بس ما قدرتش أوصل فيه الإجابة نهائية، لأني ببساطة ما تعرضتش للموقف ده وانتهى من غير ما أعرف إيه اللي ممكن يحصل فيه، عشان كده ما أقدرش أخده كمثال، أو بمعنى أصح ده ما حصلش قدامي. لكن اللي أنا متأكدة منه إن اللي خالف القانون غلط، وإنه حاول ياخد حاجة مش بتاعته. ممكن يكون لأنه منحرف، ممكن يكون القانون بياخد مشوار طويل بس في الآخر بيوصل للعدل، فبالتالي لازم نصبر. طيب بس كده؟ بس كده، ده كفاية جدا بالنسبة لي على الأقل دلوقتي. والنظرة دي اللي انت بتبصيها لي وانت عارفة اني مش شايفك هتشجعني أكتر وهتحسسني ان في أمل.